النقطة الأخيرة التي أقف عندها وهو أنه لا إنسانية لليهود. كيف يكون لليهود إنسانية وهم يعبئون أنفسهم احتقار البشرية كلها؟ فعكف العالم الغربي يسانده الإعلام يصور أن الفرد اليهودي قد عاش في ظلم وشتات، وأن هذا الجنس هو شعب الاختيار الإلهي، وأن لهم حق البقاء وحق الاحترام، وفي طي أحدهم وحش متمرس على الإفساد والإجرام. كيف يكون لهذه الفئة إنسانية وهم يعلمون الصغير قبل الكبير كيف يحتقر وكيف يعامل معاملة الحيوانات أعزكم الله؟ معركة طوفان الأقصى تجرد هذه الصورة التي عكف عليها الإعلام سنين كثيرة، تجرد هذه الصورة التي كانت تخبر أن اليهود هم شعب الاختيار الإلهي، وأن عندهم كل معالم الإنسانية. فهذه المعركة قد أخرجت النفس الأسود لهذا العدو. السابع من أكتوبر كما يقول المحللون هي تلك النقطة التي وصل فيها الاحتلال إلى ذروة قوته وعنجهيته، والطاغية حينما يصل إلى هذه الدرجة ويستحقر عدوه تأتيه الضربة قاصمة فتصيبه بالجنون والشتات، لا يستطيع أن يستقر ولا يستطيع أن يفكر بعقلانية، فتصدر منه أمثال هذه الأفعال الجنونية. فهذه المعركة قد جردت تلك الصورة التي كانت في السابق كثير من الأمريكان يؤيدون هذا الكيان الغاصب، والآن قد فقد هذا الكيان ولله الحمد الجمهور الأعظم من الذين كانوا يؤيدونه، فقد وصلتهم الصورة حقيقية دون نظر إلى الإعلام الرسمي الذي كان يغطي الحقائق. وصلتهم الصورة التي غيبت عنها عقولهم سنين طويلة، ولم يستطع هذا الكيان أن يفتعل ولو مجاملة يسيرة بعض الأخلاق الإنسانية. حينما جاءت الهدنة ما استطاع هذا الكائن المتوحش أن يخرج من فروة وحشيته إلى نطاق الإنسانية، ولو أن يفتعل بعض التصرفات مجاملة لأصدقائه ليخبر بلسان الحال أن الأخلاق هي دين لدينا كما عند الآخرين. فحينما رأينا كتائب المقاومة وهي يعني تتمثل فيها أخلاق الحرب في تعاملهم مع الأسرى، ما استطاع الكيان أن يقابل هذه الصورة بصورة أخرى، وكذلك ما استطاع أن يحترم العهد والميثاق المبرم بينه وبين المقاومة، فأطلق الأسرى من جهة واعتقل أسرى آخرين من جهة أخرى، مع ما سمعنا من أساليب التعذيب والإهانة التي كان يعامل بها الأسرى في سجون الاحتلال. فأين هذه الإنسانية؟ ولما هذه البشاعة؟ أما استطاع هذا الفرد وهو يشاهد جمهوراً عظيماً يخسره أن يجمل نفسه ولو قليلاً؟ ما فعله هو أنه لبس لباس الكذب. وهنا السؤال، لماذا يلتجئ الكيان إلى الكذب إن كان يرى نفسه أنه أقوى جيش على وجه الأرض كما ثبتت هذه الأسطورة في نفوس الناشئة سنين طويلة؟ لما يلتجئ إلى الكذب إن كانت لديه قوة ضاربة يستطيع من خلالها أن يرد حقه المسلوب؟ ولكن هذا الكيان من الضعف بمكان، ولا يلتجئ إلى الكذب. أي فرد لا يلتجئ إلى الكذب مع أن مشاهد الحق تكذبه في كل مكان إلا إن كان في درجة من الضعف كبيرة، فلا وسيلة له سوى الكذب والبهتان. حينما انطلقت معركة طوفان الأقصى المجيدة تواصل مصدر
إسرائيلي مع جو بايدن يخبره بأن المقاومة تحز رؤوس الأطفال. في اليوم الثاني أو الثالث خرج بايدن بنفسه وإدارته تكذب هذا الخبر، واستمر شريط الكذب طويلا. حينما دخل هذا الكيان اللعين إلى المركز، مركز الشفاء الطبي، ومكث 18 ساعة، ثم خرج لنا بتلك المسرحية المضحكة التي يحاولون من خلالها إخبارنا أن أحد أفراد المقاومة يوجد داخل المستشفى بعد 18 ساعة. وفي اليوم الثاني خرج المتحدث باسم جيشهم ويقول قد وجدنا كذا وكذا، يعدد قائمة طويلة. طلب منهم مقطع مرئي واحد يؤكد ما وصلوا إليه، ولكن هيهات ذلك. هم في حقيقة الأمر يحاولون أن يزينوا صورتهم الضعيفة أمام شعبهم، ليس أمام العالم، فالعالم يعلم كذبهم وزورهم، فكله كذب رخيص وبهتان ساذج لا يلتجئ إليه إلا من كان في حالة من الضعف ليس عنده حيلة سوى الكذب. وحينما كذلك جاءت المقاومة وظهرت منهم تلك الأخلاق، قبل أيام قالوا بأن المقاومة قد أعطت مخدرات مفترة لهؤلاء الأسرى حتى يظهروا بصورة يعني المنشرحة صدر. وأمس كذلك أيضا قالوا بأن المقاومة تمارس العنف الجنسي مع الأسرى. وكذلك يعني المستفز ومن الأمور المضحكة أن تصرح إدارة البيت الأبيض بأنها أكبر من يحترم ويشفق على سكان غزة، وهي قد أعطت الضوء الأخضر لهذا الكيان الغاصب ويفعل بهم ما يفعل. وقد ألقي من القنابل والأسلحة على هذا القطاع يفوق القنبلة الذرية التي ألقيت في اليابان، والمعركة مستمرة، والمعركة مستمرة، ولكن النصر والظفر بيد المقاومة بإذن الله عز وجل.